والله الدولة مشكورة ما قصرتش، وبعدين شغلها شغل يعني جامد، يعني اللي يتعمل في شهر عملته في يوم، فبسرعة بسرعة في نفس اليوم اللي حصل فيه الحادث بصينا لقينا ما شاء الله آخر النهار. الهيئة الهندسية القوات المسلحة جايبة المعدات وجايبة الناس ونصبت معداتها واشتغلت، بقت شغالة على مدار اليوم على 24 ساعة، ما فيش نوم ما فيش وقفان، جميع الأطقم اللي هم المهن كلها، ما فيش حاجة اسمها ولا مسيح ولا مسلم، في مسلم زائد مسيحي بيساوي مصر على طول، في نسيج واحد، دولة واحدة، احنا عايشين على أرض واحدة، بناكل من رغيف واحد، بنشرب من مية واحدة. من أول يوم بصراحة قواتي المسلحة اشتغلت فيها، تاني يوم حضرتك زي ما شايفة كده الكنيسة يعتبر اتشطبت، وما فيش فرق بيننا، احنا كلنا اخوات. مش مقصرين خالص، انا شايف ان هم شغالين 24 ساعة خلية، والظباط ما بتنامش وما فيش حد بينام، شغالين على بصي على اكمل وجهها. القوات الهندسية هنا جت على طول يوم الحادث، على طول الساعة 5 المغرب ابتدوا يعلقوا الحديد ده ويعملوا، على طول يشتغلوا في الشغل بتاعهم وما تأخروش دقيقة، والناس دي ما بتنامش 24 ساعة شغل عشان يخلوا اخواتنا المسيحيين يصلوا بأمر الله يوم الأحد اللي جاي. واحنا هنا أهل إمبابة، احنا هنا أهل إمبابة ما بنفرقش بين مسلم ولا مسيحي، كلنا أهل واحد، يعني مفيش فرق بين مسلم وبين مسيحي.